ماشية. كان عندها هواية يعني. كان هواية عندها، وبعدين كانت بتعمل حاجات فأعجبت بيها حقيقة. انت شايفة ان صناعة الكروشيه مستقبلها في مصر كويس؟ يعني شايفة انها كصناعة ممكن تحقق مكسب مادي كويس؟ هي تحقق مكسب مادي كويس، بس هي ممكن تلاقي رواج اكتر بره. التطريز اليدوي مطعم الكروشيه يلاقي رواج شديد جدا، لان الغرب بيقدروا التطريز اليدوي. انت شايفه ان يعني التسويق بتاعها خارج مصر افضل؟ افضل. طب ما فيش امكانيه؟ انا شايفه ان الاسعار نوعا ما يعني مختلفه، بس ايه، في تكلفه عاليه. هل في امكانيه ان في مثلا خامات اقل شويه في السعر بحيث انها تناسب المجتمع المصري؟ الخامات الاقل مش كويسه، شايفه انها مش هتبقى حلوه؟ لا، الخامات اللي هي اقل مستوى مش كويسه. وليكن مثلا في بعض القماش لما تغسليه بيلم منك. في خيط انا بجيبه بشتغل بيه، ما بجيبش انا خيط الباكيت ده، انا بجيب الخيط اللي هو الايه اللي هو بيلمع ده بالكره، عشان بيدي لمعه، وبعدين ما تيجي تغسليه ما بيتكشش. طب حضرتك شايفه اختيار الغرز والالوان كل حاجه وليها نوعيه غرزه معينه، ولا حضرتك اللي بتختاري غرزه ايه هتحطيها فين مثلا؟ على حسب يعني. مثلا انا بعمل مفرش خيط على طول، في تبقى معايا كتالوج بالغرزه بتاعته بطلع عليها على طول. في قماش مثلا يعني ايه، مثلا في ورده، يعني في مفرش بعمل في ورده كده فيها يعني 12 ايه يعني 12 رسمه كده اهو فيها. تمام. فباجي اعمل الكروشيه 12 ايه غرزه ورده، 12 ايه ورقه فيها، فتبقى متناسبه مع التطريز اليدوي مع رسمه الكروشيه، مقربين بعض بتدي شكل حلو يعني. الرسومات، الرسومات حضرتك بتختاريها ولا في حد بيرسم؟ انا شايفه ان في حاجات من التراث الفرعوني وحاجات مثلا مناظر طبيعيه، حضرتك بتختاري الرسمه ولا في حد بيختارها لك؟ لا، انا بختارها بنفسي. ومين بيرسمها؟ انا برسمها، وساعات بطرس، وفي ساعات لحد بيساعدني بمسك بقلبة الكراشين وبطرس برضه تطريز كويس. احنا عاوزين، انا كل اللي جابك عليه حضرتك ان احنا عايزين وزاره مستقله للاسر المنتجه. هسالك دلوقتي عن مطالبك، انت مطالبك الشخصيه او مطالبكم كناس بتصنع المنتجات الهاند ميد، الصناعه اليدويه؟ ايوه. انتوا طب مطالبكم ايه في مصر مثلا؟ عايزين ايه؟ اقول لك مطالبي ايه. انا بطالب رئيس الجمهوريه عندنا وزاره مستقله خاصه للانتاج اليدوي والابداع الفني، دي انا طلبت بيها في جريده الاخبار، ماشي حضرتك، عشان الوزاره دي تتفرغ للمنتج اليدوي وتركز عليها. لكن كونها دمجها مع وزاره التضامن جعلها عشوائيه، مش مهتم بيها. شايفه التركيز عليها يكون من خلال توفير الامكانيات، ولا من خلال التسويق، ولا اكتشاف المواهب الجديده؟ شايفه ازاي؟ من كله. جميل قوي. لان طيب الخامات انا شايفه ان معظمها بتبقى كروشيه وداخل فيه قطنيات، هل مثلا في تطلعات ان انتوا تواكبوا الموضه وتشوفوا مثلا بتشوفوا ايه الموضه السنه دي، النوعيه، الخامه، الستان، في الحرير، صوف، بتفكروا الموضه يعني كل سنه ماشيه ازاي ولا كده؟ هي القطنيات هي مناسبه لانها عمليه فقط يعني؟ وبعدين هقول لحضرتك حاجه، ما لا يزال ان الكروشيه متربع على عرش قمه الموضه. تمام. من قبل بدايه الزمان ولاخر الزمن برضه، والكروشيه واخد بره، لان الكروشيه انتاج يدوي ما فيش لغايه دلوقتي مكنه ظهرت بتنتجه. ما درستيش حضرتك حاجه بخصوص زخرفه وحاجات خاصه بالكروشيه ومدارس الصنايع والحاجات دي؟ لا، انا عن هوايه فقط. لا، انا هوايه فقط وحبيته قوي قوي قوي، وتاثرت بيه جدا واشتغلته. في حد بقى من اولاد حضرتك بيساعدك او عنده نفس الهوايه او الموهبه؟ لا، انا بحب الكروشيه قوي وبعمله. شكرا لك. العفو.